مرحبا. من الحقائق العلمية المعروفة أن جميع النباتات لونها أخضر، فهي بتكتسب هاللون من مادة الكلوروفيل. لكن الواقع بيقول عكس هالشي، لأن المحيطات تطورت باتجاهات مختلفة، بعضها لونه بني أو أحمر أو أرجواني، والسبب بيرجع لاعتماد نوع الضوء اللي بتمتصه مادة الكلوروفيل وصدمه بشيء ما، فبصير انعكاس الضوء وبيتغير اللون. بدنا نشوف كيف عم يكون الطقس عام يمين الجو لاستقرار، وبيكون بين الصحة والغذاء جزئيا بشكل عام، ما بقى الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة، كما عم تميل درجات الحرارة ارتفاع وعم تكون حول معادلات نهارا. اما ليلا عم يستمر الجو بارد بشكل عام، وعم يحذر من تشكل ضباب باغلب المناطق ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر. الرياح متقلبه لجنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله، عم تتراوح سرعتها 25 كم بالساعه، اما الرطوبه عم تتراوح بين 40 و90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجه حراره الماء 22 درجه. من تالي طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها بين الصحة والغائمة جزئيا، وعم تسجل عليا 15 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية. سويدا عم يكون طقس فيها غائم جزئيا، وعم تسجل صورة 8 درجات. درعا عم تتراوح بين 8 و18 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها العليا 15 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحماة فعم تكون فيها الأجواء كمان بين الصحة والغائمة جزئيا، وبحماة عم تتراوح درجات الحرارة بين 9 و17 درجة. بالمنطقة الساحلية طرطوس عم تكون لسه الأجواء ماطرة، وباللاذقية عم تروح بين 14 و19 درجة، وبلواء اسكندرون عم يكون طقس بين الصحة والغائم جزئيا. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم تسجل عليا 15 درجة، وعم يكون طقس غائم جزئيا، وبحلب عم تروح بين 6 و14 درجة. أخيرا رح ننتقل على المنطقة الشرقية، على الرقة عم تسجل فيها العليا 14 درجة، وعم يكون طقس ماطر، أما بالحسكة عم تروح بين 8 و13 درجة. وأخيرا بدير الزور عم تسجل فيها الحرارة الصغرى 8 درجات، وعم يكون طقس غائم جزئياً. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة وبخير.